من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء بتعادل ايجابي ما بين الاهلي والزمالك بهدف لكل فريق. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي يومسون مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نتكلم على مباراه في مجملها. النادي الاهلي كان الافضل، كان الاحسن، كان الاخطر على مرمى نادي الزمالك. بفقد نقطتين النهارده، لكن مهم جدا ان انا قبل مباراه سان داونز ان انا اللعيبه اطلع من اللقاء ده اللعيبه كلها سليمه الحمد لله. طبعا تحدي كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن علاء ميهوب كابتن عادل ابو رحمن وكابتن احمد بلال. زي ما انت قلت مهمه جدا، نتيجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان انت تعمل نتيجه ايجابيه، خصوصا ان انت هتلعب مباراه كبيره قدام سان داونز. النهارده اعتقد اللعيبه ادت مباراه كويسه جدا بالنسبه لنا، خصوصا الشوط الثاني. كنا متوقعين طبعا السيناريو دوت نادي الزمالك النهارده اخر امل بالنسبه له، يعني اخر النهارده اعتقد لو كنا ربنا كان كتب لنا المكسب اعتقد كانت هتبقى فرصته صعبه في البطوله. لكن انت عارف مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، بتلعب خصم مميز عنده امكانيات كويسه برضو. اعتقد ان احنا عملنا جيم كويس النهارده، وبشكر اللعيبه طبعا على الاداء وعلى النتيجه، ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن سامي نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها، ان انتوا كنتوا متوقعين الاداء ده من نادي الزمالك، اكيد الزمالك هينزل مندفع وبالتالي النادي الاهلي شفنا توزيع مجهود اللاعبين على مدار ال 90 دقيقه. الشوط الثاني اللي كانت الكتير بيتكلم ان اداء النادي الاهلي بيقل في الشوط الثاني، لا شايفين اداء افضل من النادي الاهلي في الشوط الثاني. بص ودي نقطه زي ما قلت لك اللي احنا اللي الراجل اتكلم عليها، خصوصا النادي الزمالك برده الفتره اللي فاتت بقى له فتره كبيره جدا اول مره يعمل برده كثافه مباراه زينا، يعني فكنا متوقعين برده ان الشوط الثاني هيبقى اقل بدنيا. حاول ان احنا نبدا في الشوط الاولاني بالضغط العالي نحاول نحله، يمكن عملناها كذا مره، يمكن كان عندنا اخطاء الشوط الاولاني في الثلث الاخير، يعني قرارات اعتقد كانت فيها تسرع شويه، ما فيش قرار مناسب للموقف يعني. لكن اعتقد حسناها الشوط الثاني، كلم الراجل اتكلم من الشوط على النقطه دي، حسناها الشوط الثاني وكان عندنا فرص الحمد لله كنا ممكن نستغلها ونجيب اكتر من هدف. لكن الحمد لله برده الماتشات الكبيره ديت مهم ان انت يعني اعتقد اللعيبه عملت اللي واحنا عملنا اللي علينا ودي خطوه. انت عارف بطوله الدوري لسه بدري جدا، خطوات كبيره جدا، لكن كان مهم جدا بالنسبه لنا وزي ما قلت لك ان انت تعمل نتيجه ايجابيه. يعني اعتقد الحمد لله اللي احنا عملناه برضو ان انت تبقى ليدنج فور الماتش وتحرز هدف، ويمكن كان عندك باد لك في الهدف اللي احنا استقبلناه يعني. لكن ان شاء الله دي هي دي الكوره، وان شاء الله ركز اكتر بقى الفتره اللي جايه والماتش اللي جاي ماتش مهم بالنسبه لنا، التركيز لازم يبقى اكبر، بطوله كبيره انت حامل لقب ليها. فاعتقد يعني ان شاء الله تكون لعيبه ان شاء الله تستوعب كده وتقدر ان شاء الله تركز ان شاء الله وتحسم من المباراتين يعني في المباراه الاولانيه ان شاء الله. كابتن سامي اعتقد بروفه قويه وحضرتك تطرقت لمباراه سان داونز النهارده، حاجه مهمه جدا ان انا بكسب طاهر باداء رائع اكثر من رائع، النهارده ايضا بكسب عوده ايمن اشرف، بكسب صلاح محسن، اعتقد ممكن تكون مكاسب يعني تعوض ممكن النقطتين اللي انا فقدتهم في اللقاء النهارده. ويمكن دي النقطة اللي أنا كنت بتكلم عليها فيها على طول، ويمكن معاك كنت بتكلم فيها إن إحنا يعني مع ضغط المباريات ما عندناش حلول كتيرة، يعني كان عندنا برضو فترة كبيرة عندنا فيها إصابات كبيرة جدا ما كانش عندك حلول. النهاردة زي ما أنت قلت الحمد لله حلول كويسة، النهاردة طاهر أدى أداء مميز جدا، يمكن برضو يعني اتأثر شوية في الآخر في الإصابة اللي جات له يعني، لكن أعتقد عمل أداء كويس النهاردة. صلاح لما نزل عمل أداء كويس، وليد برضو حاول اللي هو مروان، فأعتقد النهاردة سولية ودانج عاملين أداء مميز، بدري نفس القصة، ورامي ايمن زي ما انت قلت مكسب كبير وقوه كبيره بالنسبه لنا، محمد هاني نفس القصه، قفشه كالعاده يعني. فاعتقد الحمد لله في اجابات كتيره ان شاء الله نبني عليها ان شاء الله المباراه القادمه. كابتن سامي مش هقول لك ان اللعيبه كانت بتفكر في مباراه سان داونز، لا احنا خلاص قفلنا مباراه الزمالك، تحضيركم للمباراه اللي جايه خاصه ان انا عندي مباراتين وانا حامل اللقب، اعتقد بتدي ضغوط عليكم على اللاعبين. يمكن هو ده اللي الراجل اتكلم بعد المباراه على طول، شكر اللعيبه على الاداء النهارده، ولكن قال لهم احنا عندنا تحديات اكبر. ثلاث مباريات مهمين بالنسبه لنا، بطولتين كبار، بطوله انت حامل لقب فيها، بتلعب خصم كبير. يمكن النهارده برده كانت بروفه كويسه زي ما انت قلت، عشان يعني لاعب بسان داونز مشابه شويه لنادي الزمالك، بيلعبوا في الهاف سبيس كويس، عندهم لعيبه مميزه خصوصا في الثلث الاخير. فاعتقد الحمد لله كانت بروفه كويسه ان انت تقفل عليهم كويس وبتدي اللعيبه ثقه كويسه. عندنا ماتش ثاني نهضه بركان في قطر ان شاء الله برده نفس القصه، فاعتقد الحمد لله اللعيبه ان شاء الله يعني قادره ان شاء الله اللي هي ان شاء الله تبقى في الموعد كالعاده يعني، وتفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه. شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي يومسون، اتكلم على المباراه، اكيد في ايجابيات، اكيد النهارده النادي الاهلي بيفقد نقطتين في مباراه كان هو الاحق هو الافضل على مدار ال 90 دقيقه. من جديد تعود ليك الكلمه كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.